تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أحب أني أرحب بتواصلكم معنا، أحب أن أيضا أرحب بمشاركاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أيضا مستمعين الأعزاء، أحب أني أذكركم بأن 15 دقيقة قد تنقذ حياة إنسان. ساهم معنا وتبرع للحصول على موعد للتبرع بالدم، يرجى التواصل على الرقم الموحد المجاني لهيئة الصحة بدبي على 800-342. وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الأولى بتكون مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي، وبنشوف كل ما يدور في السوشيال ميديا. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، عليك وعلى كل متابعي اذاعه نور دبي. الله يصبحك ان شاء الله بالخير والعافيه. ناخذ بس جوله في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن قبل ما ناخذ يعني اذا باكر رمضان نحب نبارك للجميع بالشهر الفضيل، ونذكرهم انه يعني يلتزمون بالارشادات الوقائيه الخاصه، يعني ما نسوي وايد تبادل وشير والاشياء اللي عندنا. نحاول نحن يعني يكون في بيتنا كل الاكتيفيتيز اللي نسويها، فنتمنى ان نحن نتبع جميع الارشادات، نتابعون حساباتنا، لان نحن بنحط ارشادات يوميه كيف انهم يحمون نفسهم في هذا الشهر الفضيل. ايضا يعني من ضمن الاشياء، اذا هم محتاجين اي استشاره طبيه ممكن ما يحتاجون حاليا يتواصلون على رقم مجاني حسب ياخذون موعد، ممكن يسوون هذا الشيء من خلال تطبيق هيئة الصحة. كذلك اللي حابين ياخذون مواعيد في كل مراكز الفحص اللي موجودة في نادي النصر والنادي الأهلي، ممكن يسوونها أيضا عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي أو موقع دبي هيلث بوكينج دوت كوم، موجود الخدمة هناك. فهذا يعني يوفر على الشخص أنه يتصل وينتظر وهذا، لكن ممكن أنه يسويها كله بكبسة زر يعني. والخدمة في أوبشن موجود في التطبيق أنه يقدر بس بكبسة زر يأخذ له الموعد يعني أسرع. نأخذ أيضا جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، أن أمس كنا حاطين نشرة خاصة عن التبرع بالدم، يعني حتى لو كنا نحن في هذه الأوضاع ما ننسى أن في أشخاص يحتاجون تبرع بالدم، خصوصا هم الأمراض اللي عندهم أمراض الدم مثل الثلاسيميا والأمراض الثانية المتأثرة بالدم. أيضا حتى الكثير من المرضى اللي حتى ما عندهم أمراض دم مثل السرطان، الولادة، الحوادث، هذا كلهم يحتاجون نقل دم بشكل مستمر. فيعني الحاجة إلى الدم هي مستمرة، يعني ما مو مرتبطة بوقت ومكان. وإن شاء الله راح نحط أوقات العمل الخاصة بالمركز في قنوات التواصل الاجتماعي، إن الناس حتعرف متى تقدر تصير. في رمضان بيكون حتى يوم الجمعة شقارين. أيضا من ضمن الإرشادات اللي كنا حاطينها، إن إذا كان الشخص ظهرت عليه أعراض الإصابة، أو كان مخالط لأشخاص مصابين، أو من اللي قادمين من الخارج، أو عند وجود إصابات في مواقع العمل، اللي عليهم يسوونه يتصلون بالرقم المجاني هيئة الصحة، يأخذون موعد إجراء الفحص، يسوون الفحص تظهر نتيجة. لكن لما تظهر النتيجة ما يصير ويدور ويسوي، لا، يعزل نفسه لما تطلع النتيجة. إذا كانت إيجابية راح يتواصلون معاه من هيئة الصحة، إذا كانت نتيجة سلبية يفضل أيضا أنه يتم على الأقل 14 يوم في
في حجر المنزلي يعني في غرفته. بعض الأشخاص لما تسمع حجر منزلي يعتقدون أنه يكون داخل البيت، لا، الحجر المنزلي أنه يكون داخل غرفته 14 يوم حتى لو كانت النتيجة سلبية. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا مركزين عليها هو الأشياء لها علاقة بالمختبرات، كيف طريقة عمل المختبرات، العينة، شو الجورني مال العينة لما تطلع النتيجة، أي أيضا موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. خلكم إيجابيين، دائما نقول إحنا دائما حماعنا إيجابية، لكن خلكم إيجابيين، خلكم في البيت، وإذا طلعتوا لا تنسوا الإرشادات الوقائية، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي وصحة وسعادة، وشكرا أستاذة أسماء. مستمعينا الأعزاء، نرجع ونذكر نذكركم بأن موضوع التبرع بالدم أصبح موضوع مهم جدا، وهناك ناس محتاجين أو معتمدين على تبرعكم بالدم. 15 دقيقة قد تنقذ حياة إنسان، ساهم معنا وتبرع بدمك. وللحصول على موعد للتبرع يرجى التواصل على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي على 800-342. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية أو الجاية بتكون إن شاء الله اليوم فقرة جميلة وحيوية، وفيها الكثير من المعلومات بخصوص موضوع التجهيزات الخاصة لشهر رمضان المبارك، كيف نحن نقدر يعني نستمر بحيث أن دائما المناعة تكون مرتفعة، والبرنامج الغذائي وأيضا الرياضي المستمر خلال شهر رمضان المبارك. ولكن كل المعلومات هاي إن شاء الله بتعرفونها وانتم موجودين في البيت بعد الفاصل. خلكم ويانا إن شاء الله ومتواصلين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم، سهل، رجعنا لكم مرة ثانية، وارحب بكل من انضم معنا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير برنامج أو إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 6005514 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، 15 دقيقة قد تنقذ حياة إنسان، ساهم معنا وتبرع بدمك. للحصول على موعد للتبرع يرجى التواصل على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي على 800-342. وأيضا معنا الآن على الهاتف الدكتورة مي عبد الرؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم، بتحدثنا أكثر عن برنامج التبرع بالدم وأيضا عن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. دكتورة مي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير والصحة والعافية، ومبروك عليكم الشهر، وإن شاء الله ينعاد والجميع بخير وصحة وسلامة. الله يبارك فيك دكتورة. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما تفضلت إنه بنوك الدم ترحب بالمتبرعين الكرام، فإحنا بحاجة إلى تبرع الأصحاء بالدم لنتمكن من توفير الدم ومكوناته للمرضى المحتاجين. هناك حاجة يومية للدم، فما زال في طبعا مرضى الثلاثينية اللي هم بحاجة مستمرة للدم، والحالات الأخرى مثل حالات النزف المصاحبة للعمليات وللولادة وحوادث الطرق، فما زلنا بحاجة يوميا إلى تبرع الأصحاء بالدم. نحب نذكر اليوم بأوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث يستقبل المركز المتبرعين بالدم من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، وطبعا نفضل خلال هذه الفترة نستقبل الغير صائمين، ويفتح المركز مرة أخرى الساعة 8 مساء إلى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ونستقبل الصائمين ومختلف المتبرعين. أما أيام الجمعة فلح يكون المركز فاتح لاستقبال المتبرعين من الساعة 8 مساء وحتى 12:30 بعد منتصف الليل. حبينا يكون في أوقات عمل مختلفة ونستقبل المتبرعين اللي هم صائمين وغير الصائمين، وطبعا نرحب بهم ونحب طبعا نذكر مثل ما ذكرنا باللقاءات السابقة إنه هيئة الصحة حرصت على توفير جميع العوامل اللي
المأمونية والسلامة للمتبرعين الدم خلال تواجدهم في مركز دبي للتبرع بالدم. ونحب نطمنهم أنه المواعيد تمنع الزحمة، هناك إجراءات احترازية دقيقة لضمان سلامتهم، وطبعا مركز الاتصال مستعد للإجابة على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالهم حتى يشعرون بالراحة والاطمئنان أثناء تبرعهم بالدم. نعم. دكتورة مي عبد الرؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم، شكرا لك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، ولكن قبل الفاصل بنذكركم أن فقرتنا الثانية بتكون مع الأستاذة ديانا الجندي، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وأيضا الأستاذة زينة يونس، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي بمركز دبي للسكري. وموضوعنا بيكون عن كيفية تفادي زيادة الوزن خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، وأيضا خلال شهر رمضان المبارك. خلكم ويانا إن شاء الله، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، يعتبر طبعا فترة الحجر المنزلي أو الحجر الصحي من الفترات المهمة التي قد تساهم في زيادة الوزن في بعض الأحيان بسبب قلة الحركة وعدم ممارسة النشاط الرياضي بشكل مستمر، واتباع أيضا أنماط الحياة غير الصحية بما فيها طبعا تناول الأغذية غير المتوازنة والتي تساعد على زيادة الوزن وربما أيضا السمنة خلال الفترة. مستمعين الأعزاء، للحديث عن هذا الموضوع وكيفية تفادي زيادة الوزن خلال هذه الفترة، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة ديانا الجندي، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة ديانا. نور أستاذ عبد الله، كيفك؟ الله يحييك. وأيضا معنا الأستاذة زينة يونس، أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري. أستاذة زينة، صباح الخير وكل عام وأيضا وأنت بخير. صباح الخير، ينعاد عليكم يا رب. الله يحييك. نحن طبعا يعني تكلمنا في الحلقات السابقة بأهمية الحجر المنزلي والحجر الصحي، ولكن لابد بأنها تكون ضمن يعني الاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية. تحدثنا أيضا بأن النمط الغذائي الصحي، الممارسات الرياضية، وأيضا النوم من الجوانب الحيوية والمهمة خلال فترة الحجر المنزلي، لأن كل هالأشياء اللي ذكرناها تعزز الجهاز المناعي وأيضا ترفع مناعة الجسم. ومثل ما نعرف نحن مستمعين الأعزاء بأن ارتفاع مناعة الجسم مهم جدا خلال الفترة هاي لنا جميعا. الأستاذة ديانا، نتحدث معك بداية عن فترة الحجر الصحي المنزلي، وما هو دور زيادة الوزن بشكل عام خلال هاي الفترة؟ أكيد إجمالاً زيادة الوزن بيتكون نتيجة سلوكيات سيئة بيتبعها الشخص بنمط أكله اليومي. فبالتالي على الشخص أنه يغير هيدول السلوكيات والعادات السيئة إلى سلوكيات إيجابية صحية لتفادي الوزن. ففي كذا نقطة بدي أحكي فيهم كرمال لحسالي أنه نلخص هيدا كمان الموضوع. أول نقطة هي المحافظة على روتين صحي معين. على الأغلب بما أنه بكرة إن شاء الله رمضان وينعاد على الجميع، الشخص هدفه اللي الشخص اللي هدفه ينزل وزنه، ننصحه يلتزم بوجبتين للحد من استهلاك السعرات الحرارية، وممكن أنه أيضا إضافة وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح. هلأ بالنسبة لهول الوجبتين لازم أيضا نلتزم لوقت معين، يعني مثلا أكيد الإفطار معروف أنه هو على المغرب، لكن السحور ممكن أنه يختلف وقته، فلازم أنه نحدد
وقت معين لأكله مثل كل يوم على الساعة 4 مثلا على سبيل المثال. نعم. إيه. فثانيا هي أنه المحافظة على التوازن أهم شيء، ما نروح إلى أقصى الحدود، يعني نتجنب التقيد الشديد بالامتناع عن تناول الطعام، لأنه الامتناع بيؤدي إلى الإحساس بالحرمان، والحرمان على الأغلب كمان رح يؤدي إلى الإفراط، فبالتالي سيساهم بزيادة الوزن. هلأ كمان أيضا العكس صحيح، يعني ما لازم أنه الشخص يفتح مجال لنفسه بالأكل بكميات كبيرة بشكل يومي بدون أي نوع من المحاسبة، فلا نحن مزيد الحرمان ولا الإفراط، فبالتالي التوازن ضروري. نعم، أيضا أستاذة ديانا مثل ما ذكرتي وذكرنا نحن في حلقات كثيرة بأن يعني التوازن مهم، لأن اليوم نحن المفروض أن نركز على الأطعمة والأغذية اللي ترفع مناعة الجسم. لو تحدثينا شوية عن الأطعمة أو الأغذية اللي ترفع مناعة الجسم، ومثل ما تعرفين أستاذ ديانا أن نحن مقبلين إن شاء الله على الشهر الفضيل، طبعا يعني تختلف الوجبات من 3 وجبات إلى 2، وحتى أنواع الأكل تختلف خلال الشهر رمضان الفضيل. نعم مضبوط. هلا انا اكيد بالمأكولات اللي راح اذكرها هلا اللي هي بتعزز المناعه الشعبيه اهم شيء، ايضا حاذكر كمان بعدين كيف ممكن اني اشرح اني اجمع هدول المأكولات بوجبات رمضانيه ممكن انها تكون متواجده على السفره. نعم. فمثل ما تفضلت وقلت انه ظهور الجهاز المناعه هو انه الدفاع عن الجسم ضد الامراض بما في ذلك الالتهابات بالجهاز التنفسي، فاتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن تحديدا امر كثير ضروري ولحتى يقوي جهاز المناعه. هلا مع اخذ بعين الاعتبار اكيد انه الاطعمه اللي راح اذكرها لا هي بتمنع ولا بتعالج عدوى فيروس كوفيد، هي فقط بتقويه لحتى نواجهه. هلا في عندنا كذا فيتامين وكذا معدن راح اذكرهم. اولا فيتامين الف هو اجمالا موجود بالبطاطا الحلوه او الفندال، جزر، سبانخ، الزهرة الخضراء، مانجو، الشمام والطماط. عندنا كمان فيتامين ب6 موجود بالحبوب الكاملة مثل شوفان والبرغل والفريكة وأيضا الهريس. حمض الفوليك هو موجود بجميع أنواع الفواكه، السبانخ، الخس الروماني أيضا. فيتامين ب12 موجود بلحم البقر، التونة، السمك، التراوت والسلمون. فيتامين سي موجود بالحمضيات، التوت، البطيخ، الزهرة الخضراء، القرنبيط، ملفوف والكوسة والبامية. عندنا كمان فيتامين د موجود بسمك السالمون، التراوت، التونة والبيض والحليب. فيتامين اي موجود ببذور وزيت عباد الشمس وزيت البندق واللوز. السيلينيوم هو المعدن اللي موجود بلحم بقر او دجاج والسمك. الزنك أيضا هو معدن موجود كمان باللحوم والبقوليات والمكسرات والطازجة. هلا في عنا بعض أيضا كمان البروبيوتيك والبروتين. البروبيوتيك هي البكتيريا الصحية اللي عادة بتكون موجودة بالمطران، أيضا بتساعد على تقوية المناعة، وهي إجمالا موجودة بالروب أو الزبادي المخمر اللي بيحتوي على هيدي البروبيوتيك. والبروتينات مثل ما بنعرف اللي هي مصادر الحيوانية أو المأكولات البحرية، وأيضا كمان البقوليات كمصادر نباتية. فهلأ إذا كيف ممكن أني أجمع كل هيدول المأكولات كأمثلة وأجمعهم بوجبات، يعني على سبيل المثال إذا أنا عم حضر سلطة يكون الأساس مثلا الخس الروماني وضيف عليه الطماط أو الجزر، الفطر، الفلفل الحلو. إذا كمان مثلا عم حضر صالونة خليها تكون غنية جدا بالخضار وضيف لها الزهرة، الكوسة، البامية، أو كمان مثلا إذا عم بخبز خبز بالبيت خبز رقاق مثلا نستعمل طحين القمح الكامل بدل من الطحين الأبيض، وهيك بنكون عم نضمن إنه نستفيد إنه عم نجمع كل هالفيتامينات والمعادن في وجباتنا. نعم. أستاذة زينة يونس، طبعا الأستاذة ديانة تحدثت كثير عن موضوع
أن يعني التوازن في الوجبات اليومية والتنويع والهدف منها أن نحن كيف نستفيد من الوجبات الغذائية سواء كانت خضروات أو أشياء أخرى بحيث أن نحن نحافظ على مناعة الجسم. طبعا أستاذة زينة، المحافظة على نمط الحياة الصحي خلال هالفترة طبعا أكيد تحتاج هناك بعض السلوكيات الصحية وبعض المهارات أيضا مفروض أن يكون عند الشخص على أساس أنه دائما يكون يحافظ على نمط الحياة. كيف أستاذة زينة تخبرينا يعني المحافظة على نمط حياة صحي خلال هذه الفترة؟ أوكي، هلأ رح أعطي أنا شوية نصائح غذائية بتساعدنا أن نتفادى زيادة الوزن خلال نحن الحجر الصحي، وطبعا هي حتكون غذائية، وأيضا بعدين رح نحكي عن رياضة ورياضة كيف بتأثر كمان أنه تساعد نضلنا محافظين على نمط حياة صحي. أول شيء نجرب أنه نحضر كل طعامنا بالمنزل، هيدي لأنه بتساعدنا نتحكم بالسعرات الحرارية اللي بوجبتنا، وإذا أمنا عملناها بالبيت وطبخناها بالبيت بدل ما نطلبها من المطعم. بهالطريقة نقدر نتحكم بكمية الدهون اللي نحن عم نضيفها وأيضا كمية الملح، ولازم نتأكد قد ما فينا أنه نتبع تقنيات الطهي الصحي مثل أنه نخبز بالفرن أو نشوي بدل ما أنه نقلي الوجبة. هيدي أول شغلة. ثاني شغلة، قد ما فينا نحن كونا قاعدين بالبيت فترات أكثر من قبل نحاول نبعد الطعام عن النظر. هلأ وجود الأطعمة أمام نظرنا هي بتزيد أنه بخطر يصير في عندنا إفراط بتناول الأكل، فنجرب أنه ما نترك الأطعمة مثل التمر والفواكه المكسرات الفوالي يعني على طاولة الصالة أو المطبخ لحتى تقلل من إغراء تناولها. ثالث نقطة، بدل نحن حنشيل الأكل غير صحي من النظر، بس أيضا نوفر أطعمة مغذية تكون موجودة بالمنزل. لازم نحاول أنه نشتري الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، لأن هالأطعمة بتساعدنا نشعر بالشبع لفترة أطول مقابل هدول المأكولات اللي هي غنية بالسكريات والسعرات الحرارية العالية فقط. نحاول نتناول هذه الوجبات المغذية بتساعدنا نطول فترة الشبع، وبالتالي بتساعدنا نقلل التكرار من تناول الوجبات الصغيرة، وبالتالي بتخفف من خطر زيادة الوزن. صحيح. أستاذة ديانا، نحن يمكن يعني تحدثنا في الحلقات السابقة عن موضوع يعني الأغذية الشعبية الإماراتية، وانت طبعا اكيد عندك يعني خبرة كبيرة جدا في الأغذية. لو نتحدث عن بعض الوجبات خلنا نقول الأساسية اللي يعني يتم يعني وجودها على السفرة بشكل يومي في البيوت الإماراتية مثل الهريس والثريد الأشياء هاي، لو تكلمينا عن يعني مثلا خلال الفترة هاي بسبب وجود الناس في البيت ويعني يمكن تكون قلة الحركة وبالأخص لفئة كبار المواطنين، ما هي الحصص الصحية اللي ممكن نحن نستخدمها بالنسبة للأكلات الشعبية، أو حتى بإمكانك أن تستذكرين يعني مثلا إذا عندك أمثلة ثانية أستاذ ديانا؟ إيه نعم أكيد. هلأ من اللي ذكرتهم الهريس هو فيه فوائد كتير، خاصة مثل ما قلنا بالفيتامين B6، لأنه بالقشرة تبعيتها بيحتوي على هذا الفيتامين. أيضا الثريد مثل ما تفضلت ذكرت هو إجمالا يعني صلحني إذا أنا غلط، هو إجمالا نوع من خبز رقاق بيكون موجود بقلب المرق وفيها خضرة. نعم. فمثل ما ذكرنا خبز رقاق إذا منحضره بدل ما نستعمل الطحين الأبيض نستعمل الطحين القمح الكامل، منكون كمان عم ندخل هيدول الفيتامينات على وجبة الثريد، وأيضا أنه يكون الأساس تبع الوجبة نركز أنه يكون فيها الخضار المتنوعة اللي أنا هلأ ذكرتها من شوي، تحت لي يكون عم نضيف كل هيدول الفيتامينات والمعادن إضافة لخيارنا البروتيني اللي هو ممكن أنه يكون بالثريد معمول يا أما من اللحم أو الدجاج. فبهذه الطريقة منكون عم نضيف هول الفيتامينات والمعادن. نعم. هلأ هيدول ممكن أنه يكونوا خيارات صحية موجودة على فترة رمضان، لكن أيضا في خيارات ممكن أنها تكون غير محبذة أنها تكون متواجدة بشكل يومي، اللي هي الحلويات بصفة عامة، فيفضل أنه هيدول أنه نخفف منهم. صح. أيضا أستاذة ديانا مهم جدا مثل ما ذكرتي بخصوص يعني كل ما يتعلق بموضوع الغذاء الصحي والنصائح المهمة
في يعني موضوع الغذاء الصحي من حيث نوعية. مهم جدا بأن نحن أيضا الكمية والنوعية ناخذ يعني بالاعتبار خلال الفترة هاي. لو تحدثينا يعني موضوع الكمية والنوعية لتفادي الوزن خلال الفترة. هلا بالنسبة للكمية، عادة نحن بنجرب أن نتبع الصحن الصحي. فشو بقصد الصحن الصحي؟ هو الصحن الحجم المعتاد، عادة بنقسمه إلى ثلاث أقسام. القسم الكبير دائما بده يكون من حصة الخضروات، يعني نص الصحن لازم يكون معبى خضار، والقسمين الثانيين بيكونوا ربع نشويات وربع بروتين. بهذه الطريقة إذا الشخص بيكون ملتزم بهدول الكميات على الأغلب، وأيضا إذا كمان مثل ما ذكرت زينة وقالت أنه محضرة بطريقة بطهي صحي، على الأغلب بنكون عم نضمن أن السعرات الحرارية اللي بنكون عم نستهلكها على الوجبة هي ضمن السعرات اللي الجسم بحاجة لها، بنكون بدون ما نكون عم نتخطى الزيادة، وبنكون تلقائيا عم نتفادى زيادة الوزن. صحيح. أيضا أستاذة زينب، بخصوص موضوع الرياضة والنشاط البدني، طبعا من الأمور المهمة في السيطرة على الوزن، كيف يمكن طبعا ممارسة هذه الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي؟ وإذا لديكم طبعا أكيد هناك بعض النصائح في هذا المجال. أوكي، هلأ نحن كونه للأسف مش عم نقدر أنه نظهر من البيت كتير لحتى نمارس الرياضة ونزيد حرق الجسم اليوم اللي نحن كنا معودين عليه، فهيدا طبعا مثل ما نحن متوقع أكيد قلل من الحركة للناس اللي هي عم تمارسها يوميا. بس هيدا مش معناته أنه نحن ما فينا نمارس أشياء بالبيت بتساعد على أنه نزيد حرق الجسم. هلأ فينا أشياء بسيطة أنه نشارك بأعمال المنزلية، حتى شغل تنظيف وترتيب المنزل بياخد جهد، فهيدا بيساعد أنه يزيد حرق السعرات الحرارية. ممكن كمان ممارسة الرياضة المنزلية، ناخد أفكار أونلاين على اليوتيوب، في صفوف رياضة ممكن نسويها، فنحن بقلب غرفة الصالة تبعيتنا، وهيدي بتساعد أنه نزيد نسبة الحرق الجسم. كمان أيضا إذا في سلالم بالبيت ممكن نحن نعمل روتين لنفسنا أنه نطلع وننزل السلالم كذا مرة، كمان تنقوي عضلات الجسم. أهم شيء أنه بدنا نتبع يكون في روتين رياضة، مثل ما ذكرت ديانا يكون في روتين غذائي كوجبات توقيتهم. بدنا نحدد إذا بنقدر كل يوم مثلا وقت للرياضة، على سبيل المثال مثلا فينا نقول أنه أنا كل يوم بعد صلاة التراويح بدي أسوي نص ساعة مثلا أطلع وأنزل على السلام وأعمل شوية تمارين معدة. ممكن حتى نعمل شوية كمان أفكار رياضات ذهنية، هي بتكون كمان بتساعد لحتى نفسية الإنسان كمان تتحسن بها المرحلة. وقد ما فينا رياضة بدها تكون بالأسبوع إذا بنقدر طبعا، يعني أتليست 150 دقيقة أسبوعيا تكون مقسمة خلال الأسبوع، يعني على القليلة 3 مرات بالأسبوع. نعم. أيضا أستاذة زينة، عندنا سؤال بخصوص موضوع المشروبات الساخنة. السؤال يقول هل حصص المشروبات الساخنة خلال شهر رمضان المبارك ممكن يكون نفس الحصص اللي الإنسان يأخذها خلال الأشهر العادية؟ والمشروبات الساخنة المقصود فيها اللي نحن يمكن نأخذها خلال الفترة هاي، زنجبيل أو ليمون مع ماء ساخن أو أي مشروبات ساخنة؟ هلا اجمالا نحن لانه ساعات الصيام طويله، المي اللي نحن بحاجه الى يوميا بدنا نعوضها بالساعات اللي نحن فاضيين فيها. هلا طبعا نحن بنفضل يكون شراب بالمي، لانه نحن بنرجع نرجع الرطوبه للجسم. الفكره هي كميه المشروبات الساخنه، ننتبه على نسبه الكافيين اللي عم ناخذها بالساعات اللي نحن فاضيين فيها. القهوه والشاي الاسود تقريبا فيه نسبه كافيين غير عن الشاي اللي بتكون أعشاب، والكافيين للأسف هو بسبب يصير في إخلاص مي من الجسم، فبالتالي نحتاج إنه نشرب مي زيادة حتى نعوض عن المي اللي بنخسرها من خلال شرب هالمشروبات اللي فيها كافيين. فاللي بننصح فيه نحن قد ما فينا نكتر مي. اللي ما بحب يشرب مي
ممكن حتى يزيد نعنع، ليمون على مي ساخنه. هذا اول شيء. الليمون هو مصدر فيتامين سي، وهذا كثير منيح بيفيد المناعه. والنعنع والليمون مع بعضهم بيزيدوا الطعم للمي، للناس اللي ما بحبوا انه يشربوا مي كثير. قد ما فينا برمضان نحاول ما نستبدل المي بمشروبات فيها سكر مثل العصاير، لانه اجمالا برمضان العصاير بتكون موجوده على كل طاوله عند الافطار. قد ما فينا نحد من تناولهم ونركز على شرب المي حتى نعوض عن المي اللي جسمك يحتاجه. نعم. ايضا استاذة زينة، يعني هناك بعض الاعتقاد من بعض الناس ان يعني بدل العصائر ممكن يعني اكل الفواكه، مثلا بدل عصير البرتقال ممكن ان الواحد ياكل البرتقال، لو تحدثينا في هذا الجانب. طبعا بشكل عام ليس فقط البرتقال فقط، انما ايضا الفواكه الاخرى. هلا طبعا نحن دائما بننصح انه ناكل الفواكه بدل ما نشرب العصير، لانه نحن لما بنسوي عصير من الفواكه للاسف بس عم نسحب منه السكر بدون ما نستفيد من الالياف اللي بنلاقيها بالفواكه. فالفواكه اكلها افيد لنا وما بتسبب ارتفاعات بالسكر، وبتسبب لنا كمان شبع متاخر مقارنه بالعصير. فنحن بننصح انه ممكن ناخذ اي نوع من الفواكه، طبعا بدنا ننتبه على الكميات، ما ناكل فوق كمية اللي نحن مفروض ناكلها، لأنه بالنهاية فيهم سعرات حرارية وسكر، حتى لو كان سكر طبيعي فكثرتهم بيستبدلوا أنه ناخد غذاء مأكولات ثانية. ممكن ناخد برتقال، ممكن ناخد يح، ممكن ناخد أي نوع من الفواكه، بس يكون كوجبة خفيفة بعد صلاة التراويح. وكمان فيهم مثل ما قلنا ألياف، والألياف بتساعد تخلينا شبعانين لمدة أطول، فبالتالي بتخفف التناول او تكرار بتناول الوجبات الخفيفه العديده. نعم. استاذه ديانا، بخصوص موضوع المحافظه على صحه الجهاز المناعي، انت تحدثتي في البدايه بان يعني هناك أطعمة ممكن تساعد الإنسان بأن تكون مناعته مرتفعة، وأيضا احنا تحدثنا في كثير من الحلقات السابقة بأن هناك أيضا عوامل يعني تم العوامل تزيد المناعة وأيضا عوامل تنقص المناعة. لو نتحدث معك أستاذة ديانا عن المحافظة على صحة الجهاز المناعي لتفادي العديد من الأمراض، وأيضا طبعا بما فيها الكورونا فيروس المستجد. اوكي، هل انت هون تقصد من السلوكيات او من طريقه الطعام؟ نحن طبعا بنتحدث معك في السلوكيات اول، لان لابد ان نعرف نحن في عوامل، يعني خلنا نتذكر ان يعني مثلا السهر من العوامل اللي تقلل المناعه، كثرة الأكل اللي فيها نسبة الدهون مرتفعة ونسبة السكريات مرتفعة تقلل المناعة، ولكن النوم الجيد، ساعات النوم الجيدة ترفع المناعة، الأكل الصحي اللي تفضلتي فيه في البداية ترفع المناعة. كيف نحن نقدر نحافظ على الجهاز المناعي لتفادي العديد من الأمراض، ومن ضمنها طبعا الفيروس كورونا فيروس؟ نعم، هلا اكيد رح ابلش بالنوم، لانه روتين النوم الصحي كثير ضروري. فمن المهم بشكل خاص بهيدي الفتره انه نحصل على كميه كافيه من النوم، لانه قله النوم بتخفف من مناعه الجسم. وفي بعض الدراسات اظهرت انه قله النوم الكافي بياثر سلبيا على عمليه الايض للجسم، وهيدا بالتالي بيزيد من خطوره زياده الوزن. كمان الحرمان من النوم الكافي بتكرار يؤدي ايضا الى افرازات، مثلا اذا بدنا نحكي فيها علميا اكثر، اقل من هرمون الانسولين بالجسم، فبيؤدي اذا من بعدها لتناول وجبه، بالتالي بياثر سلبيا على مستوى السكر بالدم. فبالوقت نفسه بيصير بيفرز الجسم المزيد من الهرمونات بسبب الاجهاد مثل الكورتيزول، فهذا الشيء بيساعد على البقاء مستيقظين لفترة أطول، لكن بيجعل من الصعب على الإنسولين أن القيام بعمله بفعالية. فبالتالي بيصير الشخص بهذه الفترة ممكن أنه يأخذ وجبات خفيفة أكثر، بالتالي بتضيف إلى سعرات حرارية ليومه. هلأ كمان أحد الأشياء اللي كتير مهمة أنه الواحد بده يتفاداها، المأكولات اللي الغنية بالسكر بنسبة كتير عالية، لأنه السكر بيضعف المناعة. ونعرف أكيد أنه السكر متواجد بالحلويات والمخبوزات، مثلا الشوكولا أو السناكات، هيدول اللي بيكونوا إجمالا بنسبة سكر عالية.
نعم أستاذة ديانا، لو تعطينا كلمة أخيرة أو نصائح عامة توجهينها لأفراد المجتمع للحفاظ على الوزن المثالي خلال فترة الحجر المنزلي أو خلال شهر رمضان الفضيل بشكل عام. نعم، هلأ هو الخلاصة من اللي حكيناه أنا وزميلتي زينة، هلأ فعليا الروتين الصحي من ناحية الأكل جدا ضروري، والمحاسبة من الكميات والنوعية، الروتين النوم الصحي أيضا كمان جدا ضروري، وثالث نقطة مهمة هي أن الحركة اليومية اللي لازم نتبعها بشكل يومي كمان رح نساعد على الحفاظ على وزن صحي، وأيضا أنه تفادي زيادة الوزن برمضان. فهول الثلاثة هم الأشياء الأساسية. نعم، بس قبل يعني ناخذ آخر عندنا آخر سؤال أستاذة ديانا بخصوص موضوع حليب اللوز وحليب الصويا. نحن تحدثنا في هذا الموضوع بالأمس، ولكن أيضا عندنا سؤال اليوم، لو تشرحين لمستمعينا الأعزاء عن فائدة حليب اللوز والصويا بدلا عن الحليب العادي ونسبة الدهون الموجودة في الحليب. هلا اجمالا حليب اللوز هي من يعني نوع من المكسرات، وفيه نسبه عاليه من الكالسيوم، فبيكون اكيد هو منيح لصحه العظم. ايضا كمان بيحتوي على الفيتامين اي اللي ذكرناه، هو بيقوي المناعه عند الانسان. لكن بس نقطة مهمة أنا لما بدي ألفت نظر الشخص عليها، لما بدي يكون عم بختار حليب، يعني حتى الحليب اللوز ممكن إنه يكون في نوعين بالسوبر ماركت، في حليب اللوز المحلى وحليب اللوز الغير المحلى. فدايما نرجع لفكرة إنه بدنا ننتبه على نسبة السكر، نختار حليب اللوز الغير محلى على إنه نختار حليب اللوز المحلى. نعم. الأستاذة ديانا الجندي، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك عبد الله، وشكرا للمستمعين. الله يحييك. أيضا كل الشكر والتقدير للأستاذة زينة يونس، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة اليوم قدمت لكم إن شاء الله الفائدة المرجوة. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء، وأيضا رؤيتها بإيجاد مجتمع صحي وسعيد. مستمعين الأعزاء، مثل ما تحدثنا اليوم مع أخصائي التغذية والتثقيف الصحي بأن نمط الحياة الغذائي الصحي هو ضروري جدا خلال الفترة هاي، وأيضا النشاط البدني الدوري أو اليومي ضروري، وبالأخص أيضا النوم وساعات النوم الطبيعية. مستمعين الأعزاء، أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، والإعداد أستاذ يوسف سعد، وأيضا مخرجنا المبدع المتألق الأستاذ أيمن سرحيل. مستمعين الأعزاء، أحب أني أيضا أبارك لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. خلكم في البيت مستمعينا الأعزاء، مثل ما نقول دائما أن وجودكم في البيت هو سبب في نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لضمان صحتكم وأيضا سلامتكم. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.